بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جيت معكم غادي نديرو وصفة الميني تاكوس. هذه وصفة الميني تاكوس هي خدموا بها المشاريع، اول مشاريع من اول مشروع من المشاريع المملحات اللي غادي نخدموها معكم في القناة. لكم باغي تعرف طريقة التحضير والسعر والكمية على قطعتكم، ما عليكم غير تابعوا الفيديو من الاول لاخير. نتمنى لكم فرجة ممتعة. نبدأ بسم الله بالمقادير. الحاجة الأولى هي اللي نخدموها هي خبز التاكوس، وخبز التاكوس كما تعرفوني حتى في القناة بشكل كبير أنا عنديهم ميني تاكوس. حاجة اللي نسحقوا فيها 3 كيسان تاع فارينة، 3 مغارف تاع لحطة، مغرف كبيرة تاع سكر، مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز، ومغرف صغيرة ملح، وكاس تاع أتاي تاع زيت. هذه المقادير عطيتكم كمية لاباس بها، وانا غير للتذكير دي قلت لكم ديجا الكيفيه اني حطها في القناه. 3 كيسان تاع فرينه تعادل رطل تاع فرينه. دونك نخلطوا المواد الجافه كاع مع بعض. نخلطوا دروك المواد الجافه كاع مع بعض. درت الفرينه، درت اللحظه، اللحظه اللي هي حليب المجفف، ودرت مغرف تاع السكر، وهنايا خميره الخبز، وهنايا نديرو الملح. نخلطو جميع المقادير هذا الشكل هكا، نقدم لكم باش تبان حيه مليحه هكا بهذا الشكل. نديرو الكاس تاع لاتاي تاع زيت، نبسطو الخليط تاعنا مليح، وهنايا يعني موجدة الماء دافي، يكون دافي ولي يكون بدرجة حرارة الغرفة. حنا ماناش مسحقين الطاكوس تاعنا ينتفخ ولا بهذا الشكل. يعني بس كاع المقادير دروك نلمو بالماء حتى نتحصلو على عجينة تكون طرية. اول عجين تاعنا اللي تحصلنا ليه بعد ما عجنته شويه، انا وريتكم طريقه غير خفيفه. لكم باغي تعرفوا طريقه التحضير تاع الطاكوس، العجين تاع الطاكوس بالتفصيل الممل ان شاء الله باذن الله. نحاول نحط لكم الفيديو تاع العجين وطريقه الطهي تاعه يا في التعليق المثبت ولا في اله الشاشه. انا غادي نخلي هذو نوضوا مع بعض نكملوا تتمه تاع الفيديو تاعنا، نخدموا دروك الدجاج تاعنا. الخبز الطاكوس تاعنا درت هيروبوزي، وقلت لكم لكم بغيت تعرفين تعرفوا طريقه التحضير. كاين الوصفه بالتفصيل الممل كي يخدموا خبز تاكوس، كي يخدموا تتبيه تاع الدجاج بالتفصيل الممل. انا نحاول نعطيكم غير مقتطفات باش ديروا بهم المشاريع. نغدو دروك للدجاج تاعنا. عندي حوالي 250 غرام تاع الدجاج مقطع على شرائح. شاني دايره فيه التوابل، التوابل الباينه تاع الدجاج. عندي الملح حوالي نص مغرف صغيره تاع ملح، نصف مغرف صغيرة تاع زعتر، وهنايا نصف ملعقة صغيرة تاع كركم، وهنايا حوالي 2 فصوص تاع ثوم درتهم هكا شرائح غير باش يطلقوا لي البن هذا مكان، وهنايا سكنجبير اللي هو نصف مغرف صغيرة تاع سكنجبير، وهنا فلفل احمر حلو ثاني مغرف صغيرة، وهنا توابل الدجاج، وعندنا الفلفل الاسود. هادو هما المقادير تاع الاخر. قلت لكم لكم باغي تعرفوا الطريقه بالتفصيل ان شاء الله باذن الله نحط لكم الفيديو يا الفوق في الاعلى يا في صندوق الوصف. خلطوا كاع هذه المقادير. هذه التتبيله ننصحكم دائما 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 كي تكونوا تبلوا في الدجاج ننصحكم ما ديروش الزيت هو الاول، خليته مع التالي كي تبغوا تقلوا ديروه هو الاول. وهنا الى عندكم الموطاغ ثاني ديروه تجي احسن واحسن، انا هنا ما عنديش. قلت لكم علاه ما نديروش الزيت، خاطرش الزيت هو هذه معلومه عرفتها غير مساغر اخر غير في وقت 3 ايام ولا 4 ملي عرفت هذه المعلومه، قال لك بلي الزيت هو اللي ما يخليش الدجاج تاعنا يتشرب. اما انا بهذه الطريقه نخلو التوابل تاعي يتشربوا مليح، ونولوا مع بعض نكملوا الفيديو تاعنا. خلطت جميع المقادير، خلوهم على جهه. دائما نقول لكم كي ديروا، نعاود نعطيكم واحد المعلومه عرفتها مؤخر مش عارف اسكو صحيحه ولا لا، قال لك ما ديريش الزيت في الدجاج خاطر الدجاج ما يتشرب لكش النكهات. قال لك خليه يتشرب واحد 10 دقائق ولا عاد ديري مغرف تاع زيت
باش يتشرب احسن واحسن. انا غادي نخلط قاع المقادير، خليهم يترقدوا واحد 10 دقائق ونوضوا مع بعض نكملوا خبز الطاكوس تاعنا. هاو العجين تاعنا، اللحم تاعنا راهي يتشرب والعجين تاعنا نخدموا فيه. في نفس الوقت انا ندير الطاجين تاعي حما باه نطيب فيه الخبز الطاكوس. نجيبوا العجينة تاعنا، نديروا كمية من الفرينة اللي هي الطحين، ونورقوا العجينة تاعنا عادي. هاو العجين تاعنا بعد ما ورقته كاع، ورقته يكون رقيق. ودي التجابات نوريكم السكم تاع العجينة. اهوا نجيبوا طبق دائري بهذا الشكل اللي يكون القطر تاعه 10 سنتيم. تبغي دير تاع 10 سنتيم، تبغي ديري تاع 12 سنتيم، داك الاختيار. نطبعوه في الطابع. في نفس الوقت الطاجين تاعنا راه يحمى، نوضوا مع بعض نطيبوا خبز الطاكوس تاعنا. هنا الطاجين تاعنا صايي يحمى، وهنايا رانا نطيب في الدجاج تاعي، وها هو الخبيزات اللي غادي نطيبهم. هنا طريقه في الطهي وطريقه بالتفصيل ممل ان شاء الله باذن الله كي تروح الفيديو تلقاها بالتفصيل ممل. كي تشوفوه بدا يدير في هاد الفقاعات بدو تقلبو في الحبة، ولازم ان هذا المية طاكوس اللي قلاه يطيب مليح غنشري حسابكم مغاش نعاودو نطيبوه لتاني مرة تانية. انا نكمل بهذه الطريقة، نطيب كاع هاد المية طاكوس تاعنا ونطيب الدجاج تاعنا ونقلي شوية فليت ونولو مع بعض ونوريكم طريقة التزيين تاعنا. ها هو اللحم تاعنا، الدجاج تاعنا بعد ما تقلى طاب وبرد خليته هنا. هنا جبت كمية من في الجبن اللي يطلبي الطلب، اي نوع جبن تبغيه. وهنايا ها هنا شوفوا الميني طاكوس اللي طيبناهم، ها هما كيطابو اللي قيقتو تخميره تحميره مليحه. غديروا حسابكم بلي هادو ما غاديش نعاودو نطيبوهم بهذا الشكل. ودائما دائما كي طيبوا هذا العجين تاع الطاكوس، طيبوا هذا العجين تاع الطاكوس حاولوا تغطوه باش يتندي لكم باش يقعد لكم طري تقدروا تحكموا فيه. ونحتاجوا هادو تاع كيما حنا نقولهم سياسيك تاع نشير هكا، راهم ينباعوا اشكال والوان متنوعه. هذا الباكي فيه 10 حبات يدير 20. روحوا عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات تلقوا عندهم، ونسحقوا هادو لي دونتيل بهذا الشكل باه نحطو معاها نحطو فيهم لي مية طاكوس. دوك نوضو طريقة التحضير، شنو نديرو؟ نجيبو وحدة هاكا تكون حمرا مليحة بهذا الشكل، هنايا هاكا. نجيبو كمية من الجبن، كاين اللي يبغي يخلط الجبن مع هنا اللحم، لكم الاختيار. تجيهم بس اصحاب المشاريع الطريقه تجيهم سهله ويخدموا بالخف هكا. ونجيبو هنايا كميه من اللحم، حاولوا اللحم تقطعوه قطعه صغيره، تقطعوه قطع صغيره هكا باش في الحشوه تجينا مليحه. وديروا كميه لاباس بها، ماشي غير قلنا تاع المشاريع ما نديروش هكا بهذا الشكل. ونلوه بهذا الشكل كي يكون العجين تاعنا مخدوم غايه ومغطي ومندي تجيكم طريقه تاع الخدمه تجيكم سهله. قد نخدموا به بطريقه مبسطه، نجيبوا هذا لي دونتيل تاعنا نحطوهم هنا هكا، نجيبوا هذو حنا نقولهم ساسيك، اللي طرف عندها اسم واحد اخر تقولهم في الكومونتير. ونقفلو هنايا، وها هو الشكل تاع الطاكوس، سميه طاكوس تاعنا، يتقدم هكا في الحفلات في الاعراس في المناسبات بهذا الشكل. نعاود لكم حبه واحده اخرى باش تفهموا ليا احسن. نجيبوا هذه حبه هكا نديروا فيها كميه من الجبن، جبن الطلاء، ونديروا كميه من اللحم تاع الدجاج. لحم الدجاج قلتكم لي تقطعوه قطع صغيرة بهذا الشكل. ونحاولوا نلوه هنايا، نجيبو
لي دونتيل تاعنا، نحطو حبتين هكا بهذا الشكل. طريقه سهله مبسطه. كاين انا هذه الحشوه درتها، ثم لكم الاختيار، كاين اللي يدير السلطه، كاين اللي يديرها بحشوه الكفته، كل وحده ولها الاختيار. ها هو الشكل. انا نكمل كاع الكميه نقولو مع بعض في اخر فيديو، نقول لكم في صحن التقديم. ها هو الشكل النهائي تاع الميني طاكوس تاعنا بعد ما زوغناهم حطيتهم بهذا الشكل. بالنسبه لاصحاب المشاريع، هذه الميني طاكوس قادر تحطيهم في المناسبات وفي الافراح وفي النجاحات تاع والخطوبه وكاع. بالنسبه للسعر، هذه تقدر تبيعيها من 12000 حتى 15000 حبه، 12000 حتى 15000 الحبه، على حساب السعر تاع الدجاج اسكو يكون غالي ولا طايح. والكميه تاعكم تاع العجين قطعت لي حوالي 24 حبه، قلت لكم القطر تاع الميني طاكوس 10 سنتيم، والكميه تاع الدجاج قطعت لي درت لي حوالي 12 حبه، عمرت 12 حبه. وهو شكل وهذا هنا يكمل الفيديو تاعنا. ولكم عجبكم هذه الانواع من الفيديوهات، ما عليكم غير تكثروا لي فيديو في لي كومونتير وتبارطاجوا مع اهل الاحباء لتعاون فائده للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو اخر ان شاء الله.